هاي جايز، اهلا وسهلا فيكم في قناة اليوميات. طبعا اليوم في مفاجأة جن مرة، وانا مرة متحمسة لها. طبعا ما راح اقول لكم تشوفونها بعد شوي، بس بنروح بيت خالي. بروح بيت خالي اليوم، يعني بنقعد هناك، بنتعشى هناك وكل شيء، وهناك المفاجأة بتشوفونها هناك. طبعا انا لبس، سويت شعري وحطيت يعني ميك اب شوي، بس مو واضح بالكاميرا اني حاطه شيء. بحط اكسسوارات، طبعا اوتفيت. واقفه على السرير، هيا بس هذه السويتر وهذا البنطلون. على الحين ما اخترت جزمتي، بس قبل لا نبدا هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك وفعل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا. اول شيء اغير اكسسواراتي. في امس سوارة قلت الهيا مرة، يلا قلت في شيء غريب بحواجبي، ترى قاعدة اصور يوتيوب. في شيء ولا ليش ما اخذ اكسسواراتي؟ باخذ حلقي. ليه لا تحطين حلقك مع اكسسواراتي؟ وين اكسسوارتي اللي امس؟ بشنطتي. اي طيب، اسوأ شيء ان اختك تاخذ اغراضك. اكسكيوز مي، مين انا؟ ما ادري ان مين حاط حلقي اصلا هنا، انا ما حطيتها. ما تحطين اغراضك مع اغراضك، كل واحد اغراض الحال. في احد حاط في احد حاط حلقي هنا، ما يدخل انا. طيب وين سوارة؟ بشنطتي. طب جيبيها وينها؟ شنطتي. هاي شنطة عندك؟ 20 شنطة شنطتي اللي لبستها امس. طيب ويت، ايش تبين؟ طبعا ما عرفت وين اثبتكم الا هنا. لبست هذا الحلق وهذا السلسال. هذا السلسال من زمان ما فسخته، كذا مكتوب عليه اتش. وامس طبعا انا وخالتي هيا كلنا شارين نفس السوارة، سوارات التنس هذه. اوكي، يعني كلنا شريناها من نفس المحل، كلنا يعني حابين فيها، نلبسها دائما. فانا امس راحوا يصغرونها، قلت لهم ياخذون حقتي يصغرونها، بس المهم ما قدرت اسكرها، بسكرها بعدين. في سوارة ثانية بعد ما ادري وينها، بس بوريكم اياها بعد شوي. بس بحط تنت. وبلبس سواراتي وبرجع لكم. طبعا توني استوعب اني قلت سواراتي بدل اساوري، ما علينا. طبعا شوفوا، لبست سوارة التنس هذه اوكي، ولبست هذا الخاتم، و في سوارة ثانية بس تخيل خربتها. قلت شك كذا وتطيح، انا شريتها مع سوارة التنس بس قلت شك وتخرب، بس قاعدين يسوونها. بحط ليب اويل ان واي اكس، طبعا بشتريه مرة ثانية، يعني انا عاجبني مرة. هذا مس كول، تخيلوا كنت ابي زي حق هيا، ما ادري ايش كان حق هيا بس كان حلو كنت ابي، بس سولد اوت، فقلت باخذ مس كول عجبني اكثر. هيا مرة حلو. هيا وين الليب اويل ان واي اكس حقك؟ اي درجة؟ يا اولي برينج رابطة اولي. بعدين بحط عطر سول دي جانيرو 62، شوفوا كم خلص من شريتها. كيف كذا؟ كذا ولا اسوي نص قبضة؟ لا كذا، شوفوا كم خلص. بشتري 40 بس الكبير ولا كذا؟ لا قبل شوي احتاج. خلاص بعد لازم تغير. وصلنا بيت اخوي. اهلين، قاعد اصور فلوق. ما شاء الله. ها وشلونك؟ الحمد لله. لا ما راح تطلع. تعالي هيفا هيفا، خلنا اصورها. حبيبي توفي. مين انا؟ مين انا توفي؟ مين انا؟ مين انا؟ مستحيه. توفي توفي
شوفوا طبعا وصلنا وصالح وسعود دائما ما يقعدون معنا يلعبون. شوفوا توفي توفي هاي تقول اي ونت ميك اب. هذه المفاجأة، بيبي جديد في العائلة. طبعا هذا ولد اخوي نواف، توه صغير عمره تقريبا كم عمره؟ نواف كم عمره؟ كم عمره؟ ثلاثة أسابيع، ثلاثة أسابيع عمره. عمره كم؟ توه بيبي صغير. أوكي جايز، طبعا مرت يمكن كذا ساعة والحين قاعدين يجهزون العشاء. وللحين توفي وهذول كلهم يلعبون، هذول على أيباداتهم، وتوفي هذا يتابعون تلفزيون، يعني كلهم نفس الشيء. شوف الصغار ايش قاعد يسوون. تعال شوف من ورا ايش تسوون، وش تسوي انت قاعد تتابع من ورا تلعب ها سعود؟ انا ما عرفت عليه ده ما جيت لعبت هذا. ابسخ شوزك صالح، ابسخ شوزك احسن لك، ابسخ شوزك. قاعدين يلعبون، هذا ايش؟ سوبر ماريو. سوبر ماريو سماش بروس. وين جنة؟ هنا. هاي هنا الثنتين، كل مجموعة الحال. هذوليك لهم الكمبيوتر والسويتش وكذا، وهنا الألعاب، هنا المطبخ. مين اللي بيسوي لي أكل؟ مين بيسوي ماما؟ مين بيسوي لي أكل؟ أنا اسمي خالة عم نوف. أنا أبغى أكل، أنا جوعانة، أبغى أكل جوعانة. ها هنا حق الكيتشن. انا جوعانه ابغى اكل، ابغى اكل انا. واو حلوه مره. ها اول استوديو لو بابو هنا يعورني، هنا انا عورني. انا ابغى اكل، وين اكل؟ ابغى اكل جوعانه. الله حلوه توفي، هذه حلوه حلوه هذه. هنا هيفا اللي تقدم الأكل والفطاير. يلا يا هيفا امسكي، واحد هنا واحد هنا، شاطرة. لا يطيحون بس. جري، ايش تبين؟ تبين سلطة أفوكادو هيفا؟ تبولة حط لك؟ بحط بصحن هذا. ليش مو على الجنب؟ ما تبي الرز طيب؟ حطيت لي لحم، حطيت لي رز وسلطة. والله المكرونة لذيذة يا هيفا، لكن معك مرة لذيذة المكرونة. رجعنا من العزيمة ومرة انبسطنا، كان يوم مرة جميل ويعني استمتعنا. طبعا استمتعنا بالبيبي الحلو الكيوت. ها شو رايكم بالبيبي؟ كيوت كيوت، تو عمره 3 اسابيع. اسمه توقعوا يوه عبد العزيز اسمه. طبعا هو ولد اخوي نواف، توه مولود جديد. صار عند اخوي نواف الحين ولدين، سعود وتوفي تعرفونهم. إيه؟ وعبد العزيز. والحين عبد العزيز. انا ما عندي اخوان متزوجين ترى الا نواف بس، كلهم ما تزوجوا. الحين بنختم معكم هذا الفيديو، ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. لا تنسون الاشتراك واللايك وفعل جرس التنبيه يحصلكم كل جديد. طبعا لا تنسون تروحون قناتنا في قناه تحديات، بعد ضيفونا هناك.
ترى بنسوي تحديات مرة حلوة، وفي وجه جديد جاي على القناة، اللي ما شاف يروح يشوف آخر فيديو، في وجه جديد نزل في القناة وراح ينزل معنا فيديوهات بإذن الله جاية، وبنسوي تحديات مرة تجنن، مجهزين أشياء مرة تجنن، روحوا ضيفونا فيها اللي هي قناة هيون تي في القديمة اللي أنتوا عارفينها، ولا تنسون تفعلون الجرس، لأن إذا ما فعلت وحطيتوا الكل ما راح يجيكم تنبيه. وباي.